ولله الحمد. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء الرجل الحازم من احداكن قل له ما نقصان ديننا واعطنا يا رسول الله. قال اليس شهاده المراه نصف شهاده الرجل؟ قل له بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قل لا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر.